وفي خبرنا التالي، أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس اليوم أن اللبنة الأساسية لاستراتيجية التعليم تركز على بناء الشخصية الكويتية ذات البعد الإنساني وحب العمل التطوعي وتنمية روح الولاء والانتماء. نعم، كما أكد الوزير الفارس في تصريح صحفي بمناسبة بدء العام الدراسي الذي ينطلق غدا الثلاثاء استمرار جولاته التفقدية على المدارس في جميع المناطق للوقوف على حقيقة الأوضاع والتأكد من توافر كل الاحتياجات اللازمة. نتابع. بعد إنساني، محبة للعمل التطوعي، تتمتع بالولاء والانتماء. هذا هو الهدف الأسمى من العملية التربوية والتعليمية التي تنشدها دولة الكويت، ويؤكدها وزير التربية والتعليم العالي الدكتور محمد الفارس قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد. عام دراسي جديد تم الاستعداد له من خلال ترتيبات ملائمة قام بها الهيئتين التعليمية والإدارية لاستقبال 337,231 طالبا وطالبة، مع افتتاح مدرستين جديدتين شهدها العام الجاري، وخمس مدارس أخرى متوقعة خلال الفصل الدراسي الثاني. بدء الدراسة حسب ترتيبات وزارة التربية سيكون تباعا حسب المراحل الدراسية. يوم الثلاثاء هو دوام المعلمين برياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، يعقبه دوام معلمي المرحلة الثانوية في العاشر من الشهر الجاري، ودوام طلاب الصف الأول والثاني الابتدائي سيكون في العاشر من سبتمبر الجاري، فيما يبدأ دوام باقي صفوف المرحلتين الابتدائية والمتوسطة يوم الحادي عشر الجاري، يعقبه دوام مرحلة رياض الأطفال يوم الثاني عشر من الشهر الجاري، ثم يبدأ دوام طلبة المرحلة الثانية في السابع عشر من الشهر الجاري.